من وقت ما تأسست هذه التيار سنة 22 إلى اليوم لم نرى تجربة نفسية، بل كل تجربة حكمت سواء في السودان أو في بلدان الربيع العربي إلا وانتهت بكوارث أمنية واقتصادية. ولهذا أملي، كل أملي أن تقدر تحرك أمامها الخطر الكبير الذي يكمن في هذه يعني في هذا الفكر، هذا التيار وهو فكر يعني الاخوان المسلمين او الاخوان السياسيين. المشكله الرئيسيه في حركه النهضه هو مشكله القواعد. القواعد في معظمها ما تزال قريبه من الفكر السياسي، فاما ان تحصل في حركه النهضه من فكرها هذا متوقع، يعني هو مثل ما نراه اليوم في حركه ميزان تونس، هناك يعني بوادر من حركه النهضه في الاصل بدات المواطن ربما يفاجئ رأي العام، أقولها ربما مسبقا، ربما يفاجئ رأي العام في الانتخابات القادمة بالتفكير إما لكتل مستقلة، ربما تظهر كتل مستقلة إما في شكل منابر أو في شكل لا أقول أحزاب يعني مركزية، يعني يمكن أن يكون ما يسمى بظاهرة التكنوقراط هي التي ستجلب الناخب التونسي في المرحلة القادمة. حيث نداء تونس كما قلت في احد المداخلات هو مكينه بدون مشروع موحد، هناك مشاريع متداخله، مكينه انتخابيه تابعه نداء تونس، لان فيه عناصر من الذين كانت لهم تجارب في حزب الحركه الاقتصاديين، ولكن ايضا الذين شاركوا في حزب نداء تونس في الحقيقه هم معظمهم ارادوا ان يهربوا من حركه النهضه فصوتوا، فكان البعض منهم مقتنعا ربما ايضا كان تحقيق المؤسس الطاغيه في الدوله التشريعيه للجمهوريه. انا اتوقع ان نصف 50% يمكن ان يقع حل و 50% فيه صعوبه، ولو انني افضل ان يصل الى حل، لكن مع ذلك سوف تكون هناك حاجه الى انشاء كتله ثالثه في مستقبل ايام حوالي 4 سنوات للانتخابات التشريعيه القادمه. لا اتصور ان اللعبه السياسيه ستبقى محصوره بين النهضه وبين النداء، حتى وان اصلح النداء من شأنه فان يعني مصداقيته لدى الراي العام لم تبقى، هو حتى ولو لم تكن هذه الحزمه محصوره، نحن نعرف ان الاحزاب الحاكمه عندها ما يسمى بتهيئه الحكم يزيد بالتفاعل، فلما تضيف له المشاكل التي نراها اليوم ومن تحقيق بين هذا الشكل وذاك فهو ينقص من بريقه في امام الرأي العام. نفس الشيء بالنسبه للحركه النهضه، هي ما تزال متماسكه في اليوم، ولكن عندما سيقع مؤتمرها القادم اذا نجحت حركه النهضه في ادخال اصلاحات جذريه وعميقه وليست اجراءات سطحيه كصف الوظيفه الدعويه عن الوظيفه السياسيه، اذا كانت هناك اجراءات عميقه فان حركه النهضه ستكون رقما هاما في الصف السياسي. ولكن دعني اقول ان حركه النهضه يصعب ان تعود الى الحكم كحزب اول الا في حالات طارئه جدا. هناك نسبه ضعيفه ان تعود حركه النهضه كحزب اول ربما لها حدوث مصطلح 20%، ولكن اعتقد ان حركه النهضه ستبقى كحزب ثاني لمده طويله من الزمن. حركه النهضه يصعب ان تتسلم الحكم الاساسي الجراء لا في 5 سنوات القادمة ولا في 5 سنوات التي تنتهي.